انا وجب تغيير طريقتنا. شو كلمة سيدي؟ عشت حرب لبنان. عشت في حرب لبنان. الصورة اللي قاعد تقدم في الإعلام الفلسطينيين مسكنات بالغبرة وحزينة واسمع الصلدام حج ممريكي يضحك. الصورة هذه اليوم امتلا فلسطين يضحكوا يودي لأول مرة الفلسطينيين يربحوا. اليوم راهو فما ان تورنو هيستوريك في الاعلام الغربي وفي المخيل الغربي. هذاك عليهم هيجي بيان سور هيجوا لان خاسرين. وراهو تشوف انا مختص في التاريخ العسكري. تعرف يوقع ذلالها جيش كبير راهو بدايه في قتلانه. اول خساره في ديان بيان فو عند الفرنسيس لما ذلوا الفرنسيس. لما ذلوا أيوة. اليوم وقع اذلال الجيش تهبيطك الضابط بالدبابه حتى مهبطه بالدبابه المركبه. اليوم ثم خطاب الجيش لا يقهر. الجيش العظيم عنده الشباك وعنده الشين بيت والموساد وعنده واحد وعنده الاحمر الصناعيه اختراقه والتجسس. هذا بتاع الاسرائيل. هذا بتاع اسرائيل. البرمجيات هذوما بتاع اسرائيل والتكنولوجيا هذه بتاع اسرائيل. ورغم ذلك اخترقت. وهذاك علاش اليوم الصحافه الاسرائيليه اللي سو شوك سون سو شوك واثبتت هشاشت. نعم. وهذا انا ما فهموش النظام العربي ما فهموش المخابرات العربيه ما زلنا مترددين ما فهمت شيء. ما فهموش هشاشه تركيبه اسرائيل. تعرف علاش؟ انا فلسطيني. نعم. ولد الارض ما عندي وين نمشي. نموت نقعد. هذاك الاخر جاي لمصر على جاي كلهم عندهم دوباسبور. جاي لخاطر الشهريه خير. والماكله خير. والسكنه خير. ولانه في روسيا ولا في المغرب ولا في تونس امره الماديه. نهار المشهدت في هذا الكل. نعم. يقول لك علاش قاعد انا. نعم نعم. هشاش تركيبه اسرائيل. واضح واضح. وهذا لازم نفهموه. سعد السفير